in 1 minute. قوائم الدخل. شكل قوائم الدخل يجي هيك، البيان مبالغ جزئية واحد نحط فيها كل شيء بيخص المشتريات، مجموعا بيكون بالمبالغ الجزئية 2. باقي العناصر نحطه بالمبالغ الجزئية 2، كل شيء مجموع تبع المبالغ الجزئية 2 بنحطه بالمبالغ الكلية. خلينا نبلش بأول قانون يلي هو المبيعات ناقص مردودات مسموحات المبيعات ناقص الحسم الممنوع بيساوي صافي المبيعات. 2، عندنا مخزون أول المدة زائد صافي المشتريات زائد مصاريف الشراء يساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. صافي المشتريات ما بيكون رقم جاهز فبدنا نحسبه. قانون صافي المشتريات هو مشتريات ناقص مردودات مسموحات المشتريات ناقص الحسم المكتسب. مصاريف الشراء، عندنا كل شيء مصاريف بيخص المشتريات مثل مصاريف نقل المشتريات زائد أموال وكلاء الشراء زائد رسوم جمركية على المشتريات. حطينا مبالغ جزئي واحد مجموعا بجزء 2. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ناقص مخزون 31/12 آخر المدة يساوي تكلفة المبيعات. هلق عنا صافي المبيعات نطرح منه تكلفة المبيعات يساوي عنا مجمل ربح أو خسارة. مجمل ربح أو خسارة نكفي مجمل ربح والخسارة ناقص المصاريف التشغيلية يساوي صافي الربح التشغيلي. هلق المصاريف التشغيلية مثل شو؟ مثل مصاريف رواتب وأجور، مصاريف كهرباء ومياه وهاتف، مصاريف نقل مبيعات، مصاريف دعاية وإعلان، ديون معدومة وتأمينات. هلق صافي الربح التشغيلي زائد إيرادات أخرى ناقص مصاريف أخرى يساوي صافي ربح أو خسارة. هلق هون عنا كان مجمل هون صافي. هلق الإيرادات الأخرى مثل شو؟ الإيرادات الأخرى مثل إيراد أوراق مالية، عمولات دائنة، فوائد دائنة، إيراد عقار. المصاريف الأخرى مثل عمولات مدينة وفوائد مدينة. هلق صافي الربح أو خسارة بيروح على الميزانية الختامية مثل ما أخذنا هون. هاي الميزانية الختامية صافي الربح والخسارة جبناه من قائمة الدخل. هلق هيك بنكون أنهينا الدورة المحاسبية، أخذنا قيود اليومية، دفتر الأستاذ، ميزان مراجعة، قائمة الدخل والميزانية الختامية. هنتعلم الفيديو الجاي تصليح الأخطاء. بالتوفيق.